Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 3, lire et produire une affiche. Lecture, identifier et analyser les composantes d'une affiche. La support li عندنا فإلا لاحظنا شنو غادي نلاحظوا غادي نلاحظوا كاين واحد لا فواتور كاين واحد المكتب كاين واحد الشاز كاين واحد البالون كاينين دي بي يعني هاد الكره ولي بي وتليفون وهاد المكتب تي شنو دلاله عليهاش على واحد شومبر ديال واحد لونفون اللي هذه هي شومبر ديالو فيها البلاصه فين تي يدير لي زيتود ديالو كذلك فين تيلعب وكذلك المتنفس ديالو تتبقى هذه واحد شومبر ديال واحد لونفون ديالنا فلاحظوا جيدا هاد لا فوتو هادي عندنا فيها واحد لافيش سي دون سا شومبر كو فوتر انفون في لي بيغ رونكونتر كاسكو سا فو دير سات فراز يعني شنو بغات تقول لنا هاد لا فراز هادي فهاد لا فراز هادي سي دون سا شومبر يعني في الغرفه ديالو que votre enfant le طفل ديالكم fait les pires rencontres تيدير واحد اللقاءات جد يعني جد خايبه بمعنى ديالنا بجد يعني جد خايبه ما نقدروش نتصوروها يعني لقاءات اللي هي تقدر تكون غاب عليه فكيفاش وهو كاين الشومبر ديالو حنا تنقولوا ان الطفل ديالنا الوقت اللي تيكون الشومبر تيكون في مأمن تنكونوا مرتاحين من جيتو ولكن هاد لافيش اللي عندنا تيقول دون سي دون سا شومبر كو فوتر انفون في لي بيغ رونكونتر يعني في الشومبر ديالو الطفل ممكن انه يدير لي بيغ رونكونتر يعني اخيب اللقاءات فكيف ذلك يعني كيف غيتمو هاد اللقاءات فإلا لاحظنا هنايا في هاد لا فوتو مزيان تسمعنا فغنلاحظوا انه كاين واحد الشاز كاين واحد لا تابل كاين واحد الاورديناتور يعني هاد اللقاءات وحنايا مخلي الولد ديالنا كاين في الشومبر فغتتم عبر الكمبيوتر عبر لورديناتور فكذلك كاينه واحد لا فواتور اللي هي هنايا تتبان لينا في هاد لا فوتو هادي وكاين فيها في الداخل ديالها هذاك لونفون اللي تتكلم عليه هاد لافيش يعني شنو بغات تقول هاد الدلالات ديال هاد هاد لا فواتور اللي داخل ديال هاد الطفل يعني هذاك اللقاء اللي تم في هذيك الشومبر ربما تعرض هذا الطفل هذا يعني بالكونتاكت ديالو مع هذوك الناس اللي كان تيتعامل معهم سيغ اورديناتور الاختطاف او بيان يعني العنف او بيان فهنايا كاين واحد العنف اللي تم على هذا الطفل هذا اللي كان يعني داخل الشومبر ديالو فمن بعد ما كان واحد التواصلات اللي تمت على عبر الاورديناتور الكمبيوتر فربما هذاك الوليد خرج وتلاقاه وقعت كارثه يعني في عصرنا الحالي فتنشوفوا ان كاينين اختطافات تيحيدوا لهم الكلي تيحيدوا لهم فهذا هو الموضوع وهذا هو صلب الموضوع اللي كاينين هاد الايحاءات اللي كاينين هنايا فهاد اللي هاد المجسمات اللي موضوعها فما موضوعهاش هباء منثورا ولكن كل حاجه عندها دلاله فهاد لي بي كذلك البالون لورديناتور الشومبر فالإحاسات أنها شومبر ديال واحد الوليد ولا واحد البنيته اللي هو مينور ولا صغير فكانت هاد لافيش ديالنا هي عنوان اللي ملخص لنا كل ما تيدور في هاد الشومبر يعني سي دون سا شومبر كو فوتر انفون في لي بيغ رونكونتر يعني في الغرفه ديالو الولد ديالكم تيدير اخيب المسائل بهاد اللقاءات ديالو مع الناس الغرباء في هاد المجال ديال العولبه فانتبهوا ونحترسوا كيف ما قلت لكم غادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون ديال جوبسيرف اي جو كومبرون سا جوبسيرف لافيش او جو كومبليت لو تابلو سويفون فعندنا هاد لو تابلو اللي عندنا فيه 3 كولون وعندنا هاد لي لين ف بارتي دو لارشيف هذاك الارشيف اللي عندنا اليمون داناليز يعني عناصر اللي غادي نحلوها انتربريتاسيون لانتربريتاسيون ف عندنا تكست وعندنا لي زيماج هذاك التكست فقط عندنا سي دون سا شومبر كو فوتر انفون في لي بيغ رونكونتر بالنسبه لي بيغ يعني هي المسائل الخيبه
المسائل اللي ما تقدروش تصوروها، يعني تقدر يديرها هذاك الوليد ديالنا ولا ديك البنوته. فعلى كل التاكس عندنا فيه تيتر سلوغان سورس تيبوغرافي. فبالنسبه لو تيتر ديالنا، لو تيتر ديالنا هو، فهذا هو لو تيتر: سي دون سا شامبر كو فوتر انفون في لي بير رونكونتر. هذا هو لو تيتر. سلوغان، كاسكو سا فو دير سلوغان؟ بمعنى نقدروا نقولوا انه شعار، شعار اللي غادي نلقاوه في هذيك الفوتو اللي غادي نرجعوا ليها نحدو لكم. فهذا هو سلوغان، يعني هذا هو واحد الشعار اللي منزل على هاد لا فوتو. شنو تيقول؟ فيزون دانترنيت ان ليو بلو سيغ، لنجعل من الانترنيت موقعا اكثر امان. Faisons d'Internet un lieu plus sûr. لنجعل من الانترنت موقعا اكثر امانا. فهذا هو سلوغان. غادي تنقلوا هذا العنوان، هذا هذا هو سلوغان. اما فيما يخص سورس، شنو هو سورس؟ وهو المرجع ديالنا، المرجع. فغادي نرجعوا لافوتو كذلك باش نعطيكم المرجع. اكسيون انوسونس، اكسيون انوسونس. فهاد الاكسيون انوسونس، فربما هي اللي جمعيه متكلفه بها او منظمه هي اللي متكلفه انها عملات على حساب هاد الوليدات هادو اللي تيوقعوا في العنف اللي تيتم عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي. دونك سورس ديالنا كيف ما قلت لكم هو اكسيون انوسونس. فها هي دي لو تيتر سي دون سا شامبر كو اون سي دو سويت. سلوغان فيزون دانترنت اليو بلو سيغ، يعني لنجعل من الانترنت موقعا اكثر امان. سورس اكسيون انوسونس. تيبوغرافي نوع الكتابه، تيبوغرافي هو نوع الكتابه. اون افيش، يعني هذه الكتابه اللي جبرنا تما كاينه اون افيش. فغادي ندوزو دابا حاليا لي زيماج، لهاد الايماج نشوفو لي كولور. الكولور غادي نرجعو كذلك لا فوتو. فإلا سمعنا في هاد لا فوتو هادي، فتنلقاو لي كولور اللي فيها يعني عاتمين، يعني اللون ديالهم غامق، ما كاينش لي كليراج، ما كاينش الاضاءه اللي زاهيه ولا مخليه الاضاءه منوره. بالعكس نشوفو الوان قاتمه، وكذلك كاينه العتمه، العتمه والظلمات. فهو بالنسبه كولور دو فون، طلب لينا اننا نحدو لي كولور دو فون، يعني الالوان ديال العمق. فالالوان ديال العمق تلقاوهم فيهم السواد، يعني كاين الوان يعني سواد، وكاين داكن غامق. فهذوما الالوان اللي كاينين. فبالنسبه لا لوميير، يعني الاضاءه، فإلا لاحظتوا ما كاينش واحد ليكليراج اللي هو كاين ليكليراج واضحه، وكاين النور اللي هو شاعل. فإلا لاحظتوا مزيان، فهو الضوء كان هنايا خافت، يعني الاضاءه اللي كانت فابل، ما كانش واحد ليكليراج اللي هو واضح وباين. فهاد الايحاءات توحي ان يعني هذيك السرقه اللي تتم للاطفال تتوقع يعني من وراء الشمس، يعني هكا من التحت لتحت، كيف ما تنقولوا حنايا تتوقع من التحت لتحت. فما ربما وصلنا لدرجه اننا تيسرقوا الوليدات في وسط النهار، ولكن هنايا بغاو يوحيو ان هادشي تيتم في الظلمات، يعني من وراء حجاب. فهنا كاين عندنا بالنسبه لي كولور دو فون عندنا داكنين، والليميير عندنا كذلك يعني الاضاءه تري فابل، ما كانش اضاءه يعني اللي هي واضحه. وبالنسبه لي بيرسوناج اللي كاينين هنايا في لافوتو، فقط تنتكلموا على واحد لونفون، يعني كاين هنايا واحد لونفون اللي هو يقدر يكون مينور، يعني باقي صغير. بالنسبه لليو، فين كاين هادشي؟ هاد لوليو حنا تنتكلمو على الشومبر ديال سا شومبر، يعني شومبر ديال هاد لونفون اللي هو مينور. اذا غادي نملؤو هاد الجدول لهذا. بالنسبه لزيماج، كولور دو فون كيف ما قلت لكم، الانواع ديال الالوان ديال العمق اللي عندنا تما، قلنا سومبر اللي هي داكنه، اوبسكوري اللي كاينه واحد لوبسكوريتي اللي هي القتامه، كاينه لوبسكوريتي. بالنسبه للوميير تري فابل، يعني كاين يعني اضاءه ضعيفه جدا. لي بيرسون تنتكلموا على ان انفون مينور، انفون يعني ان انفون مينور. وبالنسبه لليو اللي تنتكلموا عليه المكان، فدون لا شامبر دو لونفون،
dans sa chambre, يعني dans la chambre de l'enfant. فحاولت انني نكتب لكم يعني نعمر لكم الجدول نملي لكم الجدول عندنا بارتي دو لافيش لي زيليمون داناليز انتربريتاسيون عندنا تيتر كيف ما قلت لكم سي دون سا شامبر كو فوتر انفون في لي بير سي دون سا شامبر كو فوتر انفون في لي بير هذا هو لو تيتر اما بالنسبه سلوغان فهو faisant d'Internet un lieu plus sûr. Faisant d'Internet un lieu plus sûr. يعني نعملو من الانترنت موقع أكثر أمان. بالنسبة للسورس Action Innocence. Action Innocence. Typographie عندنا une affiche. Une affiche. أما بالنسبة للزماج فعندنا الكولور دو فون. يعني الكولور اللي في العمق صومبر وكذلك اوبسكوريتي كاينه واحد العتمه لوميير تري فابل تري فابل لي بيرسون ان انفون مينور ان انفون مينور ليو دون لا شامبر دو لانفون دون لا شامبر دو لانفون فبهكا غنكون نجزت لكم هذا الجدول هذا طلبا منكم فهذا هو اون جلوبال الجدول ديالنا نتمنى انكم تمكنوا لانكم تفهموا هذا الدرس اللي هو بسيط وهذا هو الملء الجدول ديالو وكذلك نتمنى ان الجميع يستفد ويكون تمكن انه يسجل ويدون وكذلك يفيريفي لا ريبونس ديالو اللي كان جاوب عليها ويلقاها كذلك موافقه وملمه مع هذه الاجوبه هذه بون كوراج بون شانس ا تو الموند C'est construire, lire et produire une affiche. Titre B. Je réagis en remplissant le tableau suivant. Le tableau hada, عندنا deux colonnes et trois lignes. Proposer un titre à cette affiche. يعني نطلبنا أننا نقترحوا واحد العنوان لهذه الافيشه ديالنا. فهذه هي الافيشه اللي مطلوبنا أننا نقترحوا لها عنوان أو بعض العناوين. فالعنوان المقترح الأول هو enfant en danger يعني طفل في خطر ولا enfant en péril كذلك نعطيو عنوان آخر les naissances de nos enfants أو بيان كذلك نقدرو نعطيو كعنوان la sécurité de nos enfants يعني الأمن ديال الأطفال ديالنا أو بيان كذلك نعطيو واحد الاقتراح آخر comment protéger nos enfants يعني كيفاش نحميو الاطفال ديالنا كذلك نديرو اد ان نو زونفون مساعده للاطفال ديالنا كاينين عندنا بزاف ديال العناوين اللي نقدروا نقترحوهم كعنوان لهاد لافيش هذا اللي عندنا او بيان لوتون كونتر لا فيولونس دي زونفون دو نو زونفون لوتون كونتر لا فيولونس دو نو زونفون فغادي نعاود لكم هاد العناوين المقترحة اللي نزلت لكم نقدروا نديرو enfant en danger enfant en péril وكذلك les naissances de nos enfants la sécurité de nos enfants comment protéger nos enfants وكذلك aide à nos enfants luttant contre la violence de nos enfants فهادو كلهم عناوين مقترحة عندنا سؤال مطروح ثاني انديكي لي دونجي دو الانترنت يعني حددنا المخاطر ديال الانترنت فاليونا بوكو غنقدروا نحطوا بعض النقاط اللي هما تيكونوا من بين لي دونجي ديال الانترنت ك لا فيولونس العنف ضد الاطفال لارسيلمون يعني شنو هو لارسيلمون وهو التسلط وكذلك اشا ايفونت دو لانفون فكيف ما تشوفوا انه وصلنا لدرجه ان الوليدات ديالنا ولاو تيتباعوا ويتشراو تيتحيد لهم لي كيلي ديالهم فكاينين بزاف ديال الحاجات اللي هما دونجي خطر على الوليدات ديالنا وتتوقع يعني عبر الانترنت فكيف ما قلت لكم لا فيولونس اللي هو العنف لارسيلمون اللي كنا حنا التسلط اشا ايفونت دو لانفون اللي تيكونوا هادوك لي بيرسون تيكونوا مينور تيكونوا قاصرين تيوقع فيهم هاد المسائل هادو ف وكاينين بزاف عاد
غادي نحاول انني ننزلهم ليكم مكتوبين. غادي نشوفوا السؤال المطروح اللي هو الثالث: بروبوزي دي اكسيون اي انتربروندر بور بروتيجي لي جون سور انترنيت. يعني هنايا عطيو واحد بعض الاقتراحات باش نامنوا ولا نحافظوا على الوليدات ديالنا من الانترنيت. فبالنسبه لنا الصوره المقترحه اللي شفنا هاد فيها داك لافيش كان هذاك الطفل في السياره يعني مختطف ولا وقع لي واحد العنف جسدي وبيان يعني كاين تما تيبان ظهر لينا وكاين واحد العنف على هذاك الوليد في الشومبر ديالو. اذا مادنا بغينا نديرو واحد دي بروبوزيسيون يعني نقترحوهم باش نبروتيجيو الوليدات ديالنا. فاول اول اقتراح انه خصنا يكون هذاك لورديناتور يكون بعيد على الشومبر ديال الوليدات ديالنا. يعني نقولو بور بروتيجي لي جون سور اورديناتور il faut installer ou bien brancher هذيك لاباري ديالنا الاورديناتور au sein de la maison. يعني au sein في الوسط ديال لا ميزون يعني ماشي يكون ما يكونش في سا شومبر في لا شومبر ديال لونفون ديالنا. كونترول بارونتيل شنو هو الكونترول بارونتيل؟ يعني هو هذاك المراقبه ديال الوالدين خاص يكون الكونترول بارونتيل. وكذلك اون بو بلوكي لي سيت ويب كي نو سون با فيابل. شنو تتقول هذه الجمله؟ هذه خاصنا نبلوكيو يعني المواقع ديال الانترنت اللي هما غير هادفين واللي هما يقدروا كالمواقع الاباحيه وغير ذلك. نبلوكيوهم تنمشيو لعند الخدمه ديال هاد المواقع مثل سفاري وبيان جوجل وهكا فتندخلوا تنطلبوا منهم يعني لي زونفون اللي الاج ديالهم ما تيتعداش هاد السن ديالهم ما يبقاش يبان لهم هاد لي سيت هادو. فهادي طريقه كيفاش تنديروا تنبروتيجيو لي زونفون ديالنا. فغادي نعطيكم هاد لي نقط كاملين مكتوبين. ف بتيت بيجو رياجي اون رومبلاسون لو تابلو سويفون. عندنا هذا هو لو تابلو اللي كان في الباج 40 بروبوزي ان تيتر ا سيت افيش. يعني غادي نعطيو كيف ما قلت لكم اقتراحات ديال واحد العنوان. فما غاديش نعطيكم عنوان ولكن غنعطيكم عناوين كثيره بحكم انه ما يكونش تنزلوا كلكم واحد العنوان واحد. فنقدروا ندرجوا كعنوان انفون اون دونجي يعني طفل في خطر، انفون اون بيريل كذلك نفس المعنى، لوتون كونتر لا فيولونس دي انفون يعني لنتحد ضد يعني العنف ضد الاطفال، لا سيكوريتي دو نو انفون لا سيكوريتي دو نو انفون كومون بروتيجون نو انفون لينوسونس دو نو انفون. وكذلك عندنا اخر شيء ايد ان نو انفون يعني المساعده لوليداتنا. فنحاول انني نكبر لكم. فهادو هما انفون ان دانجي انفون ان بيريل لوتون كونتر لا فيولونس دي انفون لا سيكوريتي دو نو انفون كومون بروتيجون نو انفون لينوسونس دو نو انفون ايد ان نو انفون. كل هادو ما هما الا اقتراحات وعنوان لهذاك لافيش اللي عندنا. انديكي لي دونجي دو الانترنت يعني نحدو المخاطر ديال الانترنت. فالمخاطر ديال الانترنت فراه هي عديده من غير اننا نشوفو الايجابيات ديال الانترنت. فعندنا كمخاطر لا فيولونس العنف لا سيلمون كذلك تسلط اشا ايفونت البيع والشراء في لي زونفون مينور لي ميساج انتروسيف اي دونجورو. دوك الرسائل اللي تيجيو لينا اللي تيكونوا رسائل اللي هما ما تيكونوش في الصالح ديال الوليدات مثلا. فعندنا كذلك لي ميساج انتروسيف اي دونجورو يعني دوك الرسائل اللي تيمروا عبر الانترنت تيكونوا مشاكل اللي تنوقعوا نقدروا نوقعوا في مشاكل غير بهذاك التواصل ديال لا ميساج. يقدر الولد يدخل في شي عقيده من غير الدين ديالو يعني حين تيتواصل بالرسائل تيوصلوه يعني تيوصلوه يقدروا يوصلوا شي حاجه اللي هي تقدر تخرجوا حتى من الدين ديالو ولا المله ديالو. يوصل الموصل انه يدير يتعلم هذوك اللعبه كلعبه مريم اللي تؤدي حتى الموت. ف يعني كاينين رسائل اللي تمروا عبر الانترنت اللي ماشي في صالح ديال الابناء ديالنا. كذلك عندنا دي كونفرساسيون دونجوروز يعني كاين محادثات اللي تيكونوا دونجوروز فيما معناه اللي
تدخل في هذا الميساج اللي قبله لو ريسك دارسيلمون اون لين، يعني لو ريسك هذاك الخطر ديال التسلط اللي تيكون عبر يعني في اون لين على الخط. سيت انترنت بور ادولت او اليغو، يعني هذوك المواقع ديال الشباب اللي هما مراهقين و اليغو، فتنقدروا نصيبوهم انهم تيدخلوا المنابر او بيان تيدخلوا لواحد المواقع اللي هما اباحيه، يدخلوا المواقع اللي هي ماشي في المصلحه ديالهم. فهادو كلهم دي دونجي بالنسبه تيعطيها الانترنت لهاد الوليدات هادو، فنحتاطوا. La violence, l'harcèlement, achat et vente des enfants mineurs, messages intrusifs et dangereux, des conversations dangereuses, le risque d'harcèlement en ligne, sites internet pour adultes ou illégaux. Sous LTELT, proposer des actions à entreprendre pour protéger les jeunes sur Internet. يعني عطي واحد الاقتراحات اللي تقدر تأمن لينا الوليدات ديالنا الكونتاكت ديالهم مع الانترنت. فكاينين هنا بليزيور نوت اللي ممكن انكم تعتمدوها باش نحيدوا هذاك لو دونجي على الوليدات ديالنا بعلاقتهم مع الانترنت. فعندنا هاد لي نوت هادو، كاين كونترول بارونتيل. On peut bloquer les sites web qui ne sont pas fiables, yani qui ne sont pas garantis. Évitez de laisser un jeune enfant seul devant l'écran. Placez toujours l'ordinateur dans une pièce commune et surtout pas dans la chambre de l'enfant, afin de regarder un œil sur ce qu'il fait. Et encadrez l'utilisation d'Internet nombre d'heures autorisées par jour. يعني لوغير تندخلوا في لوغير او بلوكي لي سيت دي كونسيي. فهاد لي زانفورماسيون هادي يعني كونترول بارونتيل، شنو تيعني لنا؟ وهو المراقبه الابويه ديال الابوين الام والاب. كذلك اون بو بلوكي لي سيت ويب كي نو سون با فيابل، خصنا نبلوكيو هادوك لي سيت ويب مواقع ديال الانترنت اللي ما هماش هادفين، حنا تنعرفوهم انهم ماشي هادفين وماشي غارونتي، فتنبلوكيوهم. Évitez de laisser un jeune enfant seul devant l'écran. يعني نحاولوا اننا نفيتيو، يعني نتجاوزوا اننا نحطوا اليد ديالنا ولا البنوته ديالنا يعني امام واحد ليكرون ولا امام واحد الايباد ويكون بوحديتو. فدائما خصنا نحطوا في واحد بلاسي توجور لورديناتور دون ان بيس كومون، يعني نحطوا هذا الاورديناتور ديالنا في واحد المكان اللي هو يكون مشترك في الدار، هكا يكون مشترك. اي سورتو با دون لا شومبر، ما نحطوش لهاد الوليد في الشومبر ديالو، افان دو روغاردي ان اي سور سو كيل في. ومره مره تنجو تنديرو واحد الطليله تنشوفو هذاك الوليد شنو تيدير، يعني هذا يعني من بين سميتو لي بروبوزيسيون باش نبروتيجيو لي جون سور انترنيت. انكادري ليتيليزاسيون دانترنيت d'internet nombre d'heures autorisées. يعني تنمشيو نحدو الاستعمالات ديال هذوك لي زور اللي غيستعملهم هذاك الوليد، يعني بار جور على حسب النهار. وكذلك نبلوكيو لي سيت دي كونسيي، ونبلوكيو هذوك المواقع اللي يعني غير مصرح ليهم ولا غير ما فيهمش الافاده لوليداتنا. نمشيو نبلوكيو لي سيت دي كونسيي. Contrôle parental. On peut bloquer les sites web qui ne sont pas fiables, garantis. Évitez de laisser un jeune enfant seul devant l'écran. Placez toujours l'ordinateur dans une pièce commune et surtout pas dans la chambre afin de regarder un œil sur ce qu'il fait. Encadrez l'utilisation d'Internet nombre d'heures autorisées par jour. Horaire. بلوكي لي سيت دي كونسيي. فهادو كلهم كيف ما قلنا سي دي بروبوزيسيون دي اكسيون ا انتربروندر بور بروتيجي لي جون سور انترنيت. تي سي جو كومبليت لو تيكست سويفون. Il s'agit d'une affiche produite par elle met en avant, elle vise à mettre en garde
contre. فعندنا هنايا مطلوب منا اننا نملؤوا الفراغ بما يناسب. فغادي نجيو نشوفوا il s'agit d'une affiche produite par action énonce. Action énonce. Elle met en avant l'enfant. Elle vise à mettre en garde les dangers de l'internet contre la sécurité de. Si c'est, je complète le texte suivant. Il s'agit d'une affiche produite par. Elle met en avant. Elle vise à mettre en garde contre. فالمطلوب منا في هذا التساؤل هذا أننا نملؤ الفراغ بما يناسب. Il s'agit d'une affiche produite par Action Annonce. هي اللي كاينه في الصورة اللي في الخلف. Action Annonce. Elle met en avant l'enfant. يعني تعطي الأولوية للطفل. Elle vise à mettre en garde. شنو تعطينا؟ La sécurité de l'enfant. Contre. Did les dangers de l'internet. Did les dangers de l'internet. فهذا هو الجواب. Je complète le texte suivant. Il s'agit d'une affiche produite par Action Annonce. Action Annonce. Elle met en avant l'enfant. Elle vise à mettre en garde la sécurité de l'enfant. La sécurité de l'enfant contre les dangers de l'internet. Contre les dangers de l'internet. فبالنسبة للجوغوتيان عندنا لافيش est un moyen d'expression et de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? وأن هاد لافيش وهي وسيلة تعبير التواصل. كذلك c'est un support porteur de son. وهي واحد الدعامة تحمل معنى. واحد الدعامة تحمل معنى. Pour cette raison, لهذا السبب, il est essentiel de dégager من الضروري أننا نستخرجو tous les éléments qui la composent et de l'interpréter. نستخرجو جميع العناصر اللي تتكونها أننا نفسروهم ونحللوهم. Ensuite, ثم, pour comprendre le message véhiculé. من أجل فهم الرسالة الممررة وهو le message véhiculé. من أجل فهم هذه الرسالة الممررة. غادي نرجع لكم الصورة. عندنا لو تكست اي ليماج سون كومبليمونتير. فعندنا الصورة النص والصورة مكملين لبعض. يعني كاين علاقة تكامل وترابط هنايا. فالصورة تتكمل لنا هذيك الكتابة اللي تتسمى لافيش. لا بروميير اي إيلوستري باغ لا دوزيام. شنو بغينا قلنا ان الاولى اللي هو الاول اللي هو النص موثق بالثاني اللي هو الصورة. الأول اللي هو النص موثق et illustré par la deuxième موثق بالصورة. فغادي نعاود لكم بواحد العجالة هاد جوغوتيان اللي خصكم تفهموه. فحنا كنا في الدرس ديال العيون دابا ولينا فهذا نتابعو أنكم لافيش خصكم تعرفوا كاسكو سا فو دير لافيش وكيفاش خصنا نستخرجو تو لي كاع لي كومبوزونت ديال هذاك لافيش في هذيك الصورة مع هذيك الكتابة وكل حاجة شنو تتعني. فما تستهنوش بهاد انكم تعرفوا لافيش وصافي فقط. بالعكس فانتبهوا فكاين هنايا تدقيق وكاينين مازال دروس متواليه. لافيش اي تاموي ديكسبرسيون اي دو كومونيكاسيون كيف ما سبقت قلت لكم وهي وسيله تعبير وتواصل. سي ان سوبور بورتور دو سون. قلت لكم بان هذا عام تحمل واحد المعنى تتكون عندها واحد المعنى. فعلى سبيل المثال على سبيل المثال حنايا عندنا هاد لونفون اللي تيحمل لنا واحد لا تابليت تيحمل لنا واحد تابليت وعندو واحد الكتابه اللي مكتوبه واحد الكتابه اللي مكتوبه ليه سور تابليت. يعني هذه هي اللي تتسمى لنا لافيش ولكن كذلك تنسميوها سلوغون. سلوغون شنو هو؟ هذا تيبان عنوان ايه ولكن هو راه تيسمى سلوغون حين تكتب واحد الصيغه بغيف تيكون مختصر وتيكون عنده معنى اللي تيتوصل اللي دغيا تيوصل مع الصوره. ملي تنكتب واحد الميساج مع الصوره فتيكون هذاك الميساج تيوصل واحد السرعه دقيقه. غنشوفوا لافيش اي تا مويان ديكسبرسيون اي دو كومونيكاسيون سي تان سوبور بورتور دو سون.
ووسيلة تعبير وتواصل وكذلك دعامة تحمل معنى. Pour cette raison, من أجل هذا السبب, il est essentiel de dégager, يعني ضروري أننا نستخرجوا tous les éléments qui la composent et de l'interpréter. يعني خصنا نخرجوا جميع العناصر اللي تكوننا هاد اللي تنشوفوا هاد السيبورها هادي اللي تتكونها ونفسروها ونحلوها. لاش زعما علاش غادي نستخرجوا هاد لي زاليمون كاملين؟ من اجل فهم الرساله الممرره, وهي كومبوندغ لو ميساج فيكولي. هذا بغاو يمروا لينا واحد لي ميساج, يعني واحد الرساله, من اجل يعني هاد لونفون اللي هاز هاد لا تابليت وهاد ليكريتور بالخضر وهاد كلشي اللي تشوفي كل حاجه هو عندها الهدف ديالها علاش منزله في لا فوتو. دونك نقولوا حنا قلنا بان لو تيكست هاد التيكست هذا et l'image, هاد الصورة هادي sont complémentaires, راه متكاملين مع بعضيتهم. لو بروميي اللي هو النص illustré par la deuxième, يعني هاد النص راه موثق بالصورة, هاد النص راه موثق بالصورة. فإلا لاحظنا في هاد لافيش surfait, ولا تنقولو slogan surfait prudent c'est surfait intelligent, يعني التصفح الأمين هو تصفح ذكي. التصفح الامن هو تصفح ذكي. باش نعرفوا هاد العباره شنو, هذا تيتسمى سلوكون اكسيون انونس انوسونس. اكسيون انوسونس قلنا شنو هو؟ قلنا هو سورس, هو الجمعيه او بيان المنظمه اللي دارت لينا, اللي حامله هاد الشعار هذا وتدافع لنا على الطفوله, على الطفوله. وكاين كذلك تيبان لكم كاين واحد لوغو, يعني واحد الفيليل هذا, وكاين واحد المربع اللي هو بهاد الكولور هذا. فهذا تنقولوا حنا كاين واحد اللوغو, كاين واحد سورس, وكذلك كاين واحد ديكريتور, كاين واحد لا فوتو. هادو كلهم دي كومبوزونس, مكونات تتكون منها هاد الصوره ديالنا وبالدعامه اللي عندنا. عندنا اليمون اوريونتان لا ليكتور, يعني العناصر الموجهه للقراءه, العناصر الموجهه للقراءه. جو سيت tous les éléments qui composent l'image, نستخرج جميع المكونات اللي تتكون لينا هاد ليماج ديالنا. فشنو هو الملاحظ في هاد الفوتو هادي اللي عندنا؟ العناصر اللي عندنا كيف ما سبقت وتكلمت معكم, عندنا واحد الولد, يعني واحد الطفل اللي هو تيحمل لينا هاد لاتابليت, تابليت اللي مكتوب فيها واحد الجمله, واحد لافراز اللي سورفي برودون سي سورفي انتيليجون, بمعنى التصفح الامن هو تصفح ذكي. وكذلك تنشوفوا كاين واحد الجمله اللي هي اكسيون انوسونس, اللي دائما تندرجها لكم في سورس. وعندنا كذلك هذا اللي تنسميه لوغو, كاين واحد الفيليل, كذلك واحد الاطار باللون بنفسجي تندخلوه في لوغو. اليمون اوريونتان لا ليكتور, يعني شنو معنى هادي؟ وهما العناصر الموجهة للقراءة, العناصر الموجهة للقراءة. نشوفوا السؤال مطروح, جو سيت تو لي زيليمون كي كومبوز ليماج, نذكر ولا نستخرج جميع العناصر اللي تتكون لنا الصورة. فالصورة كيف ما تشوفوا هناك طفل اللي تيحمل لنا واحد التابلت اللي مكتوب عليها واحد لافراز سورفي برودون سي سورفي انتيليجون, يعني التصفح الامين هو تصفح ذكي. وكذلك تنوجدوا ان كاينه واحد الكلمات اللي هما اكسيون انوسونس. اكسيون انوسونس هذا هو المرجع ديال هذا الكتاب اللي كاينه. وكذلك كاينه تنشوفوا واحد اللوغو اللي هو صغير, كاين واحد الفيليل, واحد الاطار اللي هو بالبنفسجي. فكل شيء هادو تندرجوهم. فالمطلوب منا اننا نستخرجوا جميع العناصر اللي تتكون الصوره. فغادي ندرجها معكم ان شاء الله تعالى. تنلاحظوا ان بوتي انفون كي بورت اون تابليت كي ريغارد او ديسو, وعندنا لوغو اللي هو هذا, وعندنا كذلك هذا سلوغان, يعني سورفي بريدون سي سورفي انتيليجون, هذا هو سلوغان. كذلك عندنا واحد لوغو اللي هو هذا, عندنا اكسيون انوسونس, عفوا هذا هو اللوغو, وعندنا هذا هو سورس اكسيون انوسونس. وصافي هادو هما فقط العناصر اللي هما تيوجدوا لنا في هاد لافوتو هادي.
فكيف ما جاوبت لكم على الأسئلة شفويا دابا كتابيا جو سي تو لي زيليمون كي كومبوز ليماج وهذا طلبا منكم ان بيتي انفون كي بورت اون تابليت اي كي ريغارد ديسو سلوغان هو سورفي برودون سي سورفي انتيليجون وكاين عندنا الكولور ديالو اون فير لوغو راهو ريتو ليكم سورس اكسيون انونس انونس Les personnes qui l'en font, typographie, écriture standard en gras. Typographie, écriture standard en gras. Fahadu hawult anani. Nizilhom liko. Ondqaq likom fjami les éléments, les composantes. Bach ma nisa wahta chi haja. Fahadna un petit enfant qui porte une tablette et qui regarde déçu. Slogan, surfait, prudence et surfait, intelligent, le couleur diela. Envers, logo, source, action, innocence, personne, enfant, typographie, écriture standard, en gras. Interroge les éléments relevés pas pour comprendre le message véhiculé. Enfin, شنو السؤال المطروح هنايا اتساءل على العناصر اتساءل على العناصر التي استخرجت من هذه الصوره هذه اللي في الاعلى من اجل ماذا من اجل فهم الرساله الممرره من اجل فهم الرساله الممرره فكيف ما قلت لكم الرساله الممرره هنايا شنو كانت هي سورفي بريدون سي سورفي انتيليجون شنو المعنى ديالها هو التصفح الامن هو تصفح ذكي هذه عباره تقول باننا خصنا ننتبهوا لوليداتنا خصنا نتابعوا لوليداتنا لا قل ولا اكثر فغادي ندرجوها في هذا الجواب ف انتروجي لي زيليمون ريليفي بور كومبروندر لو ميساج فيكولي الرساله الممرره كانت سورفي برودونس اي سورفي انتيليجون دون لوبجيكتيف اي انفورمي لي جون سور لاسبي بوزيتيف اي نيجاتيف دو لا نافيغاسيون اون لين يعني كذلك سلبيات والايجابيات ديال النافيغاسيون اون لين يعني من تنكونوا تنبارطاجيو ولا تنكونوا نافيغيو في الانترنت اون لين فهذا هو كل ما يخص الصفحه 40 تيت بي جورناليست ستافيش بور اون ديجاجي لو ميساج فيكولي شنو تيقول هذا السؤال هذا احللوا هذا الافيش يعني احلل هذا الافيش اللي عندنا من اجل استخراج الرساله الممرره يعني pour en dégager le message véhiculé من اجل استخراج الرساله الممرره فبالنسبه للتحليل ديالنا غادي نبقاو نحلل معكم هاد لافيش اللي عندنا فاحل هاد الصوره اللي تتضمن لينا الكتب لاحظتوا عندنا هنايا واحد المفتاح اللي هو كبير فوق منه كتيبات وكذلك عندنا اشخاص على مختلف الاعمار ديالهم يعني عندنا الشباب وكذلك عندنا لي زاجي وعندنا لي فام عندنا لي جون لي زوم لي غارسون لي في عندنا هما لي في لي غارسون لي زوم عندنا لي فام فهنايا الى لاحظتوا ما عندناش واحد الشريحه اللي هي مقصوده بالعكس عندنا مختلف الاجناس وعندنا مختلفين هنايا وكذلك عندنا واحد المفتاح اللي هو كبير فوق منه الكتيبات فغادي نمشيو نرجعوا لهاد الكتابه اللي معطيه لنا هنايا مكتوب ايديوكاسيون كلي بور لافونير فغادي نلاحظوا ايديوكاسيون كلي بور لافونير ما قلناش ما كاتبينش ليديوكاسيون سي لو كلي بور لافونير فكاتبين ايديوكاسيون دو بوين كلي بور لافونير فهاد العنوان المتواجد في لافيش المغزى من هذا العنوان هذا هو ان ليدوكاسيون هو او الدراسه او التعليم او التعلم كلهم مصطلحات يعني تيصبوا في نفس الاتجاه هو مفتاح هو واحد المفتاح للمستقبل اللي غادي يفتح لنا وخلينا نولجوا المستقبل بكل اريحيه ويفتح لنا البيبان ديالو دونك يعني تيقول هذا العنوان هذا اللي في هذا لافيش هو ان الدراسه ولا لاحظتوا ان كل حاجه تتعلق بالدراسه كتيبات كتب مختلفه على حسب مختلف الاجناس اللي من خلال هذا العنوان وهذه الصوره فهناك علاقه ترابط وتكامل ما بين هذا العنوان ايديوكاسيون كلي بور لافونير وهذه الصوره هناك علاقه ديال الترابط والتكامل ما بين العنوان وكذلك
الصورة، يعني أن الإدوكاسيون المغزى من هاد لافيش اللي عندنا هو أن الإدوكاسيون المغزى منه أن الإدوكاسيون أو الدراسة أو التعليم هو مفتاح ديال المستقبل والولوج للمستقبل بكل أريحية. أو بمعنى آخر نقدر نقول أن مفتاحنا للمستقبل، المفتاح للمستقبل هو الإدوكاسيون، هو الدراسة. فهذا تنسميه عنوان أو لا بالأحرى شعار، شعار اللي كيف ما سبقنا قلنا في هذيك لاباج اللي فاتت تنسميوه، فتنسميوه كذلك سلوغان، إما تيتر ولا تنسميوه سلوغان. علاش؟ لأنه عندنا واحد الميساج اللي هو ما متوسعينش فيه ولكن مكملين بالصورة، ما عطيناش يعني داك لو تيتر اللي هو كامل، ولكن عطينا يعني بحال لي كلي زائد ان الصوره غادي تكمل لينا هذاك الميساج اللي عندنا في لو تيتر. دونك هذا تيتسمى لو سلوغان، وعندنا هذا الشعار اللي هو في نفس الوقت كيف ما قلت لكم هو عنوان وكذلك شعار. ف الى لاحظتوا هذه الصوره لاحظوها جيدا، فهي صوره جد معبره بهذا المفتاح اللي هو كبير، هاد لو كلي هذا اللي تيجلس منه فوق منه اشخاص، منهم اللي مسنين اللي عنده لي اجي، وكذلك منهم الشباب، وعندنا فوقه كتيبات اللي هما باحجام مختلفه كذلك بالجانب ديالو. فلاحظتوا ان سواء غادين سواء جايين سواء جالسين سواء واقفين، يعني في اي بوزيشن في اي مكان فين ما كنتوا، ف الرسالة الممررة هنايا لو ميساج فيكولي، فالرسالة الممررة وهي الدراسة، تيحتو على الدراسة. كنتي جالس، كنتي واقف، كنتي غادي، كنتي جاي، يعني الدراسة يعني. وكذلك ما خصوهاش لواحد الفئة معينة، بالعكس ما اقتصروهاش على واحد الفئة معينة، بالعكس سواء شباب سواء شابات سواء نساء سواء رجال، فكل شيء مطلوب انه الدراسه والعلم والبحث، اللي ليدوكاسيون هي المفتاح ديال المستقبل في وجوه جميع الفئات. كيف ما قلت لكم ما تتقتصرش هاد يعني هاد الميساج هاد الممرر ما تيقتصرش على واحد الفئه معينه، فكلكو سوا عندنا هنايا لي فيات لي فام لي بيرسون يعني لي زاجي، وعندنا كذلك لي غارسون، ميم لي بيرسون لي يعني كي ترافاي حتى هما يعني مطالبين باش بليدوكاسيون. فكل شيء هنايا اللي لاحظتو قلت لكم غاديين جايين واقفين جالسين، يعني في اي بوزيسيون في اي مكان في اي وقت، يعني كاين واحد الميساج هو حاملين الكتاب، حاملين يعني ليدوكاسيون. فكلنا الميساج ممرر انك خصك تقرا، خصك تقرا لجميع الفئات وجميع الناس تيمروا لهم هذا الميساج هذا. علاش؟ لان المفتاح ديال المستقبل هو ليدوكاسيون، المفتاح ديال المستقبل هو ليدوكاسيون. فالميساج الممرر يعني لو ميساج فيكولي هنايا شنو تيبغي يقول؟ il faut améliorer، il faut avancer، il faut progresser. يعني لاش؟ يعني pour tenir واحد المستقبل اللي يكون مزاهر، يعني واحد سميتو pour arriver à l'avenir ou bien avoir un passe à l'avenir ou bien كذلك نقدروا نقولوا un clé à l'avenir. il faut s'éduquer، يعني خاصنا نقراو، خاصنا نقراو. وهذا كل شيء المضمون هاد الصوره تيطالب وتركز على ليدوكاسيون. فما غاديش نبعدو نعاود لكم هذه الفكره. فكيف ما قلت لكم المفتاح ديال لافونير اللي هو ليدوكاسيون، ف شنو تيقولنا هذا الميساج الممرر عبر هذا لافيش هذا؟ واننا الفو اميليوري، الفو افونسي، الفو بروغريسي. علاش؟ من اجل ماذا؟ بور اريفي ا لافونير، بور بيان افوار ان باس ا لافونير او بيان ان كلي à l'avenir. il faut شنو خصنا نديرو؟ il faut s'éduquer، يعني خصنا نقراو، يعني ونقراو سواء جالسين سواء واقفين سواء غادين سواء جايين، يعني بجميع لي بوزيسيون. كان هذا هو الميساج الممرر.
Si c'est le message véhiculé par l'affiche, t'a-t-il marqué? Comment? Mais ce qu'elle me trouve, elle risale le moumrara à part l'affiche, elle attarse intibahouk ou kaif. Oui, de ce qu'elle. هل الرسالة الممررة عبر الأفيش هل أثارت انتباهك وكيف ذلك؟ فالجواب وهو نعم يعني أثار الانتباه. علاش؟ فهناك واحد الحاجة اللي هي غريبة في هاد الفوتو هادي، وبالعادة أن الناس يجلسوا فوق المقاعد أو بيان لي بون ولا شي حاجة، ولكن هنايا جالسين فوقاش فوق مفتاح اللي هو كبير، واحد المفتاح اللي هو كبير. الحاجة الغريبة هي أن الناس جالسين فوق مفتاح، بالعادة تيجلسوا فوق كراسي أو غير ذلك. من بين الأشياء اللي أثرت انتباهي كذلك أن جميع الفئات تقرأ، كلهم حاملي الكتاب، من بينهم نساء ورجال، شباب بنات، واقفين غاديين جايين جالسين. تنكرر الهضرة حيت هذا هو التحليل ديال هاد ديال لافيش. ف الى بغينا نجاوبو على هاد السؤال ديال لو ميساج فيكولي بار لافيش تاتيل ماركي وكيف ذلك اي كومون، وي il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un banc ou des personnes qui s'assoient. ف عندنا هنايا ريواد ان يكونوا الناس جالسين فوق لي بون ولا الكراسي العاديين، فجالسين فوق واحد المفتاح اللي هو كبير، فهذا مما تيثير الانتباه. ماشي مألوف ان الناس يجلسوا فوق المفاتيح، المفاتيح خصصت يعني لفتح الابواب. لذلك فمن الانتباه اللي غيثير الانتباه ديال الجميع كيفاش هاد الناس جالسين فوق هاد المفتاح. فكذلك كاينين اللي تيثير انتباه ان الناس اللي موجودين في الصورة في هاد لافيش هذا بدون استثناء، يعني سواء ذكور سواء إناث سواء رجال سواء نساء، كلهم يحملون الكتاب بدون استثناء. فهذا من بين كذلك الحويجات اللي تيثيروا الانتباه. يعني عندنا لي بيرسون كيف ما قلت لكم اي لي بيرسون سون اكسبسيون il tient le livre et il lit. يعني عندنا هنا جميع الناس تيحملوا الكتاب وتيقراو تيقراو فيه. Petite Béja analyse cette affiche pour en dégager le message véhiculé. Nous halil hada l'affiche min ajl istikhraj risala al-mumarrara, le message véhiculé. Fa kif ma hallelt ma3koum hadak l'affiche, fa l'jawab dialo wa pour arriver à l'avenir, ghadi nftahou wahed l'qawf ou bien kadhalik avoir un passe à l'avenir. Ykoun andna wahed المفتاح ولا واحد يعني كيفاش ندوزو لافونيغ ان كلي ا لافونيغ واحد المفتاح لافونيغ il faut s'éduquer يعني تنأكدو على l'éducation على التعلم ولا التعليم ولا الدراسة ولا المهم تيبقاو كلهم تيصبو في نفس النطاق ني pour arriver à l'avenir ou bien avoir un passe à l'avenir un clé à l'avenir il faut s'éduquer. C'est le message véhiculé par l'affiche t'a-t-il marqué? Comment? هل الرسالة الممررة عبر الأفيش هل أثارت انتباهك؟ وكيف؟ وكيف؟ يعني سبق وجبت لكم على هذا السؤال المطروح. فكيف ما تطلبوا وتدفعوا الكتابة فحاولت أنني ندرج لكم هادو غيركم كوا يعني رؤوس الأقلام اللي تقدروا أنكم تجاوبوا بهم، ولكن ماشي جواب محدد، ماشي هو جواب محدد، فقط افكار نزلتهم لكم باش كل واحد يعتمدهم في الجواب ديالو. وي il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un bon ou des personnes qui s'assoient. يعني اللي ارتار الانتباه هو هذاك المفتاح الكبير اللي نورمالمون الناس يجلسوا فوق واحد الكراسات يجلسوا فوق لي بون هكا، ولكن حنا عندنا مفتاح جالسين فوق الناس، هذا مما يثير الانتباه، ومن غير المعتاد ولا من غير مألوف أن الناس يجلسوا فوق المفاتيح. من المعروف أنه المفتاح تنفتحوا فيه الباب ما تنجلسوا شي فوقه، فهذا مما يثير الانتباه. يعني وي il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un banc ou des personnes qui s'assoient.
كذلك الملاحظ في هذا الفيش هذا لي بيرسون سون اكسبسيون il tient le livre et il lit يعني الناس من مختلف الشرائح واقفين غاديين جايين جالسين ذكور اناث ونساء ورجال كلهم بدون استثناء هذه الكتب ديالهم وتقراو. C'est une invitation à lire, à s'éduquer, à s'enseigner, s'informer et s'améliorer. فهادو كلهم وظيفات لبعضيتهم عندهم نفس المعنى وهو التطور القراءة الدراسة التعلم فكلهم مرادفات لياش من أجل أننا نحقق المستقبل ديالنا ويكون واحد المستقبل اللي هو زاهر يعني ضروري وباش نوصلوا ليه خصنا ليديوكاسيون il faut progresser il faut avancer pour faire toutes ces choses il faut s'éduquer يعني باش نوصلوا للمبتغى ديالنا خصنا الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة اللي تأكدوا عليها في هذا الميساج الغير مباشر اللي جا عبر هذا الفيش اللي عندنا هنايا واللي تتمثل لينا في هذا المفتاح بهاد الأشخاص بهاد كذلك بهاد ليدوكاسيون كلي بوغ لافونيغ اللي كيما ما سميتو ليكم بهاد لو بتي سلوغون اللي عندنا بهاد لو بتي سلوغون اللي عندنا فهادو كلهم كانوا دي زانديس اللي تأكدوا لنا نفس الفكرة ونفس الميساج فيو كولي نفس الرسالة الممررة اللي هي الدعوة إلى ليدوكاسيون التعلم والتمدرس لأنه مفتاح المستقبل. Longue communication. Situer un élément dans l'espace par le biais des localisateurs. فهاد العنوان هذا هو تطلب منا تحديد ان اليمون دو لسباس يعني تحديد مكان واحد العنصر في الفضاء دو لسباس بواسطة par le biais des localisateurs يعني بواحد البيئة ديال localisateurs اللي هما ce sont des moyens واحد الأدوات اللي تنستعملوهم باش نحدو تموقع الأشياء اللي تنستعملوهم باش نحدو تموقع الاشياء فبار اكزومبل عندنا في هذا لافيش هذا فعندنا هاد المول فتنقولوا هاد المول بجانب هاد لو بول ولا كذلك تنقولوا انه بجانب فوق طاوله وبجانب النافذه فهكذا دواليك وغادي نطرقوا لهاد الصوره هادي وهاد لو سيبور هذا باش نشرحوه بالتدقيق فببساطة أن العنوان تطلب منا تحديد مواقع الأشياء فعندنا في هاد لافيش هذا بزاف ديال الأشياء اللي كيف ما تشوفوا فالمطلوب منا أننا سنحدو المواقع ديالها بماذا؟ كيف ما قلنا بواحد الوسائل اللي هما دي لوكاليزاتور يعني سوسون دي مويا اللي تنستعملوهم باش نحدو تموقع الأشياء مثال عندنا في لاباج اللي هي 43 كاينين فيها جميع الادوات اللي تنستعملوهم فعندنا بور جوسكا ا فير او دون او ان او ا شي سو ا غوش ا دوات دوفون ديريير اون فاس ابري بار كلهم هادو تيتسماو سو سون دي لوكاليزاسيون هادو باش نحدو تموضع الاشياء ضروري تنستعملوا هاد لي مويا هادو باش نحدو يعني امام خلف وسط داخل خارجه باش نعرفوا واحد الانيه فين تتموضع واحد الشيء فين كاين ولا واحد المكان فين كاين بالتحديد وبالتدقيق فتنستعملوا لي مويا ديال لوكاليزاتور دي مويا دو لوكاليزاسيون باش نعرفوا التموضع ديالو بالتدقيق فكيف ما تشوفوا هنا عندنا سيبور شنو هو السيبور يعني عندنا دائما كيف ما تشوفوا في العربية تنصيبوا نص الانطلاق ولكن احنا ما عندناش نص هنا عندنا واحد صورة اللي غادي ننطلقوا منها باش نستخرجوا منها جميع العناصر وفين تيتموضعوا ولا فين تيتواجدوا فهذا هو نص الانطلاق ديالنا احنا ما نطلقوا من هاد الصورة ديالنا هذا هو لو سيبور تنقولوا له يعني نص الانطلاق أو لا تنقولوا كذلك الحامل أو الدعامة الدعامة لاش يعني هي اللي تدعمنا باش نستنبطوا منها جميع المعلومات J'observe et je comprends ألاحظ وأفهم J'observe la cuisine ci-dessous ألاحظ المطبخ أعلى Et je situe les éléments du tableau suivant par rapport
à la table. وأحدد مواقع العناصر اللي في التابلو بالنسبة للمائدة أو بالنسبة للطابلة اللي عندنا في التابلو. هادو هما لي زيليمون اللي كاينين في التابلو ديالنا. فطلبوا منا خصنا نحدو هاد العناصر هادو اللي تتواجدوا تتموقعوا على هاد البلاصة على هاد الطابلة هذا. يعني الا بغينا نحددوا كل عنصر فين جا بحال بغينا نحددوا هاد العنصر هذا غنقولوا هاد الانيه هذه راها امامها كاينه لا طابل ولا بغينا يعني اي حاجه ذكرناها خصنا نذكروا فيها لا طابل حيت هو السؤال المطروح. لاحظوا هاد المطبخ هذا وثم اننا نحددوا المطلوب منا اننا نحددوا مواقع العناصر بالنسبه للمائده بالنسبه لهاد لا طابل هذه. يعني غادي نحدو كل عنصر ولكن غنرجعو فين كاينه بلاصتو بالنسبه لهاد الطابله. يعني هاد الشومينيو هذا ولا هاد المدفاه يعني المكان ديالها بالنسبه للطابله ولا هاد يعني هاد الوعاء ولا بالنسبه هاد لو سميتو هاد الطابله ولا اي حاجه في هاد المكان هذا ترجعوا ليه تنشوفوا المكان ديالو تيتواجد بالنسبه لهاد لا طابل. يعني اي حاجه تنحدوها ولكن ترجعوا اننا تنحدوها بالنسبه لهاد لا طابل هادي. فواش فوقها واش تحتها واش جنبها واش بعيده منها واش قريبه فهذا هو اللوكاليزاسيون ديالها. يعني هكا خصنا نحددوها. غادي نشوفوا هاد لي زيليمون هادو فين جاوا بالضبط بارابور لهاد لا طابل. فعندنا هاد الوعاء اللي غادي نرجعوا ليه من بعد هاد الوعاء هذا اللي فيه الفارين وبيان سمول او السميد ولا هكا. فبالنسبه للطابله فين تموضع يعني عندنا راه تموضع فوق من الطابله. عندنا لو غروند بول لو غروند بول سو تروف او ديسو دو لا طابل يعني فوق من الطابله. هاد لو بول هذا راه تيتواجد او ديسو دو لا طابل. تو سامبلومون نقولو لو غروند بول سو تروف او ديسو دو لا طابل. فعندنا هاد لو شاز هذا هاد الكرسي هذا يعني خصنا نحدو المكان ديالو بالنسبه لهاد لا طابل. فغادي نقولو ان هاد الكرسي تيتواجد تحت من لا طابل تحت من لا طابل. لا شيز سو تروف سو لا طابل ا غوش يعني كاين عندنا هاد لا طابل كاين فيها لا غوش دووا وفيها لو ميليو. حنا فين كاين هاد في الكرسي فين تيتموضع يعني لا شيز سو تروف سو لا طابل ا غوش كوتي ا غوش. كذلك عندنا هاد الوعاء ديال الطين فغادي نحدو المكان ديالو بالنسبه بارابور لا طابل. فلو بو اونتير هاد لو بو هذا اونتير كويت سي دوفون لا طابل دو كوتي دووا يعني كاين هو امام الطبله من جهه ديال اليمين من جهه اليمين. فكاينه هاد لو بو اللي هو من الطين امام هاد الطاوله من جهه اليمين. فكذلك مطلوب منا تحديد موقع هاد القنينة. القنينة الخضراء توجد في الأعلى على اليسار ديال الطابل بالأعلى على يسار ديال هاد الطابل. غادي نقولو أن لا بوتي فيغ إي أو أ غوش دو لا طابل إي أو نو أ غوش دو لا طابل. كذلك مطلوب منا تحديد المكان ديال هاد المول هذا او بيان لو بوال. فاما غنقولو لا غروند بوال او اما غادي نسميوه بالمول. لا سا ديبون على كل واحد شنو غادي يقترح ليه كاسم. فانا غناخدو ك لا غروند بوال اي سور لا فونيتر ديغيير لا طابل. فاذا لاحظتوا دائما خصكم تذكروا لا طابل حيت علاش حيت هما طلبوا منا اننا نحدو كل جسم او المجسمات اللي عندنا هنا ديال العناصر اللي عندنا هنا بالنسبه لهاد لا طابل. يعني ذكروا المكان ديالها بالنسبه لهاد لا طابل خصكم تذكروا لا طابل على فان في شاك فراز. واخيرا عندنا هاد القطعه ديال الخضر يعني غنقولوا هاد لا بلونش ا ديكوبي دون لو سول ا كوتي دو لا طابل يعني هي كاينه في الارض ولكن قريبه من هاد الطبله. الى لاحظتوا اننا كلهم غادي نذكروا فيهم لا طابل. علاش حيت هما مطلوب منا اننا نحدوا هاد لي زيليمون دو طابلو سويفون بارابور ا لا طابل. الجواب على هاد لا كيسيون هادي دونك غادي نقولوا ان لو غروند بول سو تروف او ديسو دو لا طابل. لو غروند بول سو تروف او ديسو دو لا طابل.
بالنسبه لهاد الكرسي هذا لا شيز سو تروف سو لا تابل ا غوش سو لا تابل ا غوش. وبالنسبه لهاد الانيه الطينيه لو بو اون تير كوي سي ديفون لا تابل دو كوتي دووات سي ديفون لا تابل دو كوتي دووا. فبالنسبه لهاد لا بوتي فير فعندنا لا بوتي فير اي اون دو لا تابل ولا نقدروا نقولوا ثاني لا بوتي فير اي او ا غوش دو لا تابل. ممكن ان نقولوها في الاعلى ديال لا تابل على الاعلى ديال لا تابل ولا ممكن ان نقولوا يعني كذلك على اليسار. فهذه هي لوكاليزاسيون ضروري اننا لوكاليزيو الاشياء. لا غروند بوال اي سور لا فينيتر ديغيغ لا تابل يعني ديغيغ لا تابل راها منورا هذه راه كاينه منورا لا تابل ولكن راه كاينه فين كاينه في لا فينيتر. La grande poêle est sur la fenêtre. Qui est la fenêtre derrière la table. Kadalika, la blanche à découper dans le sol à côté de la table. La blanche à découper. Yakta, fin ran se boha, radin kawha, ful ard, yani, fujani ptil tabla. La blanche à découper dans le sol à côté de la table. كانوا هادو لوكاليزاسيون من طرفي انا كيفاش نزلتهم ولكن ممكن انكم كل واحد كيفاش غيشوف حتى موضوع ديال الاشياء بالعين ديالو كيفاش غيحددها. فكانوا هادو غير دي تروك اللي نزلتهم لكم هكا كمساعده فتبقى لكم انكم تحدوهم وبطريقتكم الخاصه. شوفوا الاشياء لا ياش بغيتو تنسبوها. فغادي نمروا لجوغوتيان باج 43 جوغوتيان ce que je dois apprendre يعني شنو هما الحويجات اللي خصني نقبط ونستفد منهم. عندنا هنايا pour situer un objet, un lieu, un personnage dans l'espace, j'utilise l'expression suivante. يعني من اجل تحديد pour situer un objet من اجل تحديد شيء او مكان او شخص في الفضاء يعني dans l'espace, j'utilise les expressions suivantes. استعمل العبارات التاليه. شنو هاد العبارات؟ à gauche de, à gauche de, بمعنى على يسار شيء, على يساري شيء ما, à droite de, على يمين, على يمين, au beau milieu de, يعني على يمين أو هادي على يمين au beau ou bien au milieu de, فسنقوله هي وسط في وسط هذيك البلاصة في وسط هذاك المكان, à l'est de, من جهة الشرق à l'ouest, الغرب, au fond de, داخل أو في عمق شيء, داخل, داخل, يعني داخل لو تيغوار, داخل المنزل, داخل شي حاجة, المهم داخل, au fond de, يهيا داخل, devant, بمعنى أمام, derrière, وراء, le long de, بمعنى على طول, le long de, على طول près de قربة à quelques pas بمعنى على بضع خطوات يعني شي حاجة اللي هي قريبة ولكن يحتاج ليها بعض الخطوات à quelques pas على بضع خطوات à côté de بجانبي non loin de ليس ببعيد من ليس ببعيد من يعني شي حاجة اللي هي نقولوا راه ما بعيداش من هاد الحاجة راه ما بعيداش من هاد الحاجة non loin de. فهادو هما لي لوكاليزاتور هادو هما لي لوكاليزاتور لي مويا لي تنستعملوه باش تنحدو التموقع ديالنا يعني فين تتواجد يتواجد واحد الشخص او بيان واحد لو ليو او بيان واحد الشيء يعني اما تتواجد تنكونو تنتكلمو على واحد الشيء ولا على واحد المكان او بيان تنتكلمو على واحد لو بيرسوناج على واحد الشخص. فهادو ثلاثه الحويجات اللي هما تنستعملو فيهم هاد لي لوكاليزاتور باش تنحدو المكان ديالهم. فعندنا في هذا الطابلو هذا لي لوكاليزاتور يعني الوسائل اللي مهمه باش نحدو كيف ما قلت لكم واحد المكان ديال واحد الشيء او ديال واحد الشخص ولا كذلك ديال واحد المكان مكان ولا واحد البيرسوناج ولا واحد الشيء. فعندنا بور جوسكا ا فير سونس ديالها يعني شنو هو المعنى ديالهم وفاش نستعملوهم. هاد
لي كاتر موان عندنا بو جوسكا ا فير فتنستعملوهم في لا ديستيناسيون. شنو بمعنى لا ديستيناسيون؟ هنا جاتنا يعني تتحدد لنا الوجهه او الاتجاه. الوجهه او الاتجاه عندنا هاد دون اون ا شي سو ا غوش ا دروات تتحدد لنا لو ليو تحديد المكان. تنستعملو هاد لي موان هادو بسبعة بهم فتنحدو بهم باردون بثمانية بهم تنحدو بهم المكان. devant derrière en face après فهنا غون يعني شي حاجة اللي تنكون تنحدو فيها الترتيب يعني جا وراء ولا خلف أمام فهاد هادو devant derrière en face après تنحدو بهم الترتيب. par يعني شي حاجه اللي تنقولوا فحال تنسافر من هذه المدينه تنمر امر على امر باغ يعني تنمر على مراكش. هذيك باغ هي على باساج يعني شي حاجه اللي فيها المرور تتمر على واحد المنطقه تنسافر من المنطقه مرورا ب اسافر الى اكادير مرورا بمراكش مرورا هي الباساج اللي تدوز عليه هو الممرات passage تنستعملو فيها par هادو دي موان اللي كيفما قلت لكم تنستعملوهم لتحديد شيء او مكان او شخص. تنستعملو هاد لي لوكاليزاتور وهما تنقسمو بدورهم الاربعه على حسب المعنى. يعني كاينين لي لوكاليزاتور اللي تيحدو لينا الوجهه او الاتجاه كذلك لي لوكاليزاتور اللي تنستعملوهم فقط هما اللي تنستعملوهم في المكان وكذلك عندنا على حسب الترتيب يعني في واحد الترتيب ديال الوليدات اللي تيكونوا واقفين ودايرين واحد النظام على حسب يدخلوا الاقسام تنقولوا هذا راه خلف هذا هذا في اللور هذا في الامام هذا المهم على حسب الترتيب. هنا باغ يعني كاين واحد الباساج لواحد الممر اللي تندوزو منو تنعبرو من مدينه الى مدينه ولا هكا فتنستعملو هاد باغ هاد لوكاليزاتور ديال باغ. كان هذا هو الشرح ديال جو روتيان سو كو جو دوا ابروندغ اللي خصني انني نقبض ونفهم. جو ميكزارس ا بارتيغ دو سو بلون هذا هو لو بلون ديالنا. ا بارتيغ دو سو بلون جو دي سي سي فراز سون فغي او فوس يعني من خلال هذا التصميم هذا اللي هو هذا الامام ديالكم اقول ان هاد الجمل واش هي هاد لي فراز اللي اسفل هاد لي فراز هادو واش فري او بيان فوس يعني واش هما واش صحيح ولا خطا بالنسبه لهاد الجمل هادو. فعندنا لا بروميير فراز شنو ستقول؟ عندنا لا بروميير فراز ستقول لا بوست اي اون فاس دو مارشي. La poste est en face du marché. هل صحيح أم خطأ؟ غادي نرجعو للتصميم باش نتأكدو واش صحيح ولا خطأ. فبالنسبة للتصميم عندنا هذه هي لا بوست. لا بوست وهذا هو لو مارشي. لا بوست اي اون فاس دو مارشي. جوست يعني عندنا صحيحة راها البوستة أمام مقابلة ديريكتومون مع المارشي. فصحيح غنديرو فغي. غادي نشوفو لا دوزيام فراز. لا دوزيام فراز فدرنا فغي بالنسبه لا بروميير فراز. بالنسبه لا دوزيام فراز لو سوبرمارشي اي اون فاس دو لوبيتال. لو سوبرمارشي اي اون فاس دو لوبيتال. كذلك غادي نرجعو للتصميم. فبالنسبه لو سوبرمارشي هو هذا وبالنسبه لوبيتال فتيتواجد هنايا في هذا المكان هذا اوبيتال. يعني من يطلبوا منا ان لو سوبر مارشي اي اون فاس حتى هو مقابل مع لوبيتال فخطا يعني فاس خطا لانه بعيد وبعيد بزاف فكاينين بزاف ديال لي ريو اللي بيناتهم دونك غنقولوا فاس. لا تروازيام فراز لو تياتر اي ا كوتي دو لا بوست. لو تياتر اي ا كوتي دو لا بوست. فبالنسبه لو تياتر هو هذا تيتواجد في هذا المكان وبالنسبه لا بوست فهي في هذا المكان دونك راه بعيد عليه ماشي اون فاس لي اون فاس دو لا تياتر اللي كاين عندنا هنايا لا بانك. لا بانك اي اون فاس دو تياتر. ما بالنسبه لا بوست فراها تري لوان
de la poste, يعني très loin là la poste. فعندنا la dernière phrase, la Marie est dans la rue de France. La Marie est dans la rue de France. فغادي نمشيو للتصميم كذلك باش نحددوا الموقع ديال لا ماري ونشوفوا لا ريو دو فرانس فين تتواجد. فلا ماري تتواجد هنايا ريو دو فرانس، دونك كاينه لا ماري في لا ريو دو فرانس. اذا صحيح جوست، يعني غادي نديرو فغي. دونك توصلنا ان عندنا دو فراز فغي و دو فراز اللي هما خطا. فغادي نشوفوا لا بروميير فراز هي فغي، دوزيام فو. Théâtre est à côté de la poste. Faux. La Marie est dans la rue de France. Vrai. On... Petite B. À partir de chaque illustration, je réponds aux questions correspondantes. Fendna, yani, min khilal had souar, le mourfaqa hna yahad, l'illustration yandna, khsan jaubou al had l'asila al matrouha. Hunaka asila matrouha. Yani yandna had l'illustration. Tenchoufou l'ashi li fin tetouajout, kadrika tenchoubou al had les questions. L'illustration, l'oula, la question. Où se trouve le téléphone? Où est le chien? Le téléphone, kenedna fouk mentabla. Idan radin kouloub li, le téléphone est sur la table. Le téléphone est sur la table. Où est le chien? Le chien, el kelb, tahta tawila, tahta tawila. Le chien est sous la table. Le chien est sous la table. غادي نمرو للإلستراسيون الثانية. فعندنا هذه هي للإلستراسيون. Où est l'assiette? Où est l'assiette? فين هو الصحن؟ L'assiette est au milieu. L'assiette est au milieu. كاين في الوسط. Ou bien نقدروا نقولوا أن l'assiette est entre la fourchette et le couteau. Et entre la fourchette et le couteau. Ou bien, goulou, tout simplement, la sieste est au milieu. Kaina fil wasat. Numéro, l'illustration numéro 3. Fa'andna hnaya, had siyara, kaina wahed rajul, yani wahed la femme. Où est la femme? Où est la femme? Où est l'homme? Fina huwa rajul, fin titwajd rajul, ou fin titwajd l'mar'a, ou fin titwajd rajul. La femme est à gauche de la voiture. La femme est à gauche de la voiture. Bnisba l'homme. L'homme est à droite de la voiture. L'homme est à droite de la voiture. Khsna nhiddu l'makan dialo. Hint ma titwajdouch f nafs l'makan. Yani huma f nafs l'makan. Walakin machi nafs le coin. Yani ghadi ngoulou b'an l'mar'a titwajd ala l'yamin. Ou l'rajul yitwajd ala l'yasar. La femme est à gauche de la voiture, l'homme est à droite de la voiture. L'illustration numéro 4. Fendna hadihi l'illustration. Où est l'avion? La question, où est l'avion? L'avion est en haut, dans le ciel. L'avion est en haut, dans le ciel. La dernière illustration. La question, où est l'étagère? يعني فين تتواجدو l'étagère. Ou la deuxième question, où est le tableau? Où est le tableau? فباش نحدو الموقع ديال واحد الشيء تنحدوه بالنسبة لواحد آخر تيكون حداه. فبالنسبة لنا هنايا ليتاجير غنحدوهم بالنسبة للصورة، والصورة غادي نحدوها بالنسبة ليزيتاجير. دونك لا ريبونس غتكون كما يلي. Où est l'étagère? L'étagère est en bas du tableau. L'étagère est en bas du tableau. Où est le tableau? Le tableau est en haut de l'étagère. Le tableau est en haut de l'étagère. Petite C, aide Karim à retrouver le chemin de la gare. Enfin, Karim t'aide le moussaada qui fait chouser la gare. Bonjour, aidez-moi à retrouver le chemin de la gare. يعني تيطلب كيفاش انه يتوصل لي يعرف كيفاش يمشي حتى لاكار. فهنا يحدوا لينا عطاونا واحد الشيما يعني باش نوصفوا هاد الطريق هادي اللي تتوصل لاكار. يعني غادي تقول له بلي خاصك تمشي تو دووا وغتوصل واحد عفوا توصل واحد الكروازمون عاد تعاوتاني تمشي تو دووا توصل الكروازمون الثانيه وتمشي تو اغوش وتوصل يعني الكروازمون ويعني وتمشي تاني توا دغوا وتبقى حتى وكان غتلاقى مع
لا غار تو اون فاس معاك. فغادي نشوفوا الجواب، فغادي نقولوا له باش نوضحوا ليه الطريق اللي غيمشي منها. فنقولوا له فو مارشي تو دووا، فو مارشي تو دووا جوسكو بروميير كروازمون، جوسكو بروميير كروازمون. فو روتورني، فو روتورني ا دووات جوسكو لا دوزيام كروازمون، لا دوزيام كروازمون. ابري vous allez tourner, vous allez tourner à gauche. Premier croisement, vous allez tourner encore une troisième fois à droite et vous allez jusqu'arriver au deuxième croisement. Juste après, vous allez tourner à droite et vous allez trouver la gare juste devant vous. فهذه هي الطريقه باش غادي نشرحوها الكريم باش يوصل لاغار. فكيما قلت لكم فو مارشي تو دووا جوسكو لا بروميير كروازمون، فو روتورني ا دووات جوسكو لا دوزيام كروازمون. ابري فو زالي تورني ا غوش بروميير كروازمون، فو زالي تورني انكور اون تروازيام فوا ا دووات et vous allez jusqu'à arriver au deuxième croisement. Juste après vous, vous allez tourner à droite et vous allez trouver la gare juste devant vous. Il a l'artou radi tlqaw les croisements. عندنا هادي وهادي 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 وهادي. Donc عندنا شحال من كروازمون؟ عندنا 1 2 3 4 5. 5 اللي فيهم 4 كلهم droit وحده اللي هي gauche. فلاحظوا بالله هذه الكلمات ديال كروازمون غتبقى تعاود، وكذلك دغوا دغوا دغوا، فدغوات يعني الاتجاه ديال يمين يمين يمين، حيت هو دائما غادي هكا. هذا هو لو سونس ديال الاتجاه ديالو، هذا هو المنحى ديال الاتجاه ديالو. فهو اذا غادي نبقاو نديرو لا ريبيتيسيون ديال لي كروازمون، حيت عندنا شحال ملتقى الطرق هنايا، عندنا 1 2 3 4 اي 5 عاد غادي نوصلوا لاكا. فضروري من لا ريبيتيسيون باش غادي انديكيو ليه لهاد لو ميليو هذا، هاد المكان. فكذلك خصكم تستعملوا، شنو خصنا نستعملوا؟ نستعملوا هادوك، نستعملوا لي لوكاليزاتور، يعني هادوك لي مويان اللي تيحدوا لينا المكان ديال لو ليو. ضروري ما تستعملوا لي لوكاليزاتور، راه كاينين في جو روتيان في لودو ديال هاد الباج اللي كاينين في لاباج 43. دونك غادي نعطيكم هاد سميتو نجاوبو على هاد السؤال كتابيا. تيسي اد كريم ا روتروفي لو شومان دو لا غار. فو مارشوري تو دووا جوسكو بروميير كروازمون، فو روتورني ا دووات جوسكو لو دوزيام لا دوزيام كروازمون. ابري فو زالي تورني ا غوش. جو ريبيت، فو مارشوري تو دووا jusqu'au premier croisement. Vous retournez à droite jusqu'au deuxième croisement. Après, vous allez tourner à gauche. Premier croisement, vous allez tourner encore une troisième fois à droite. Et vous allez jusqu'à arriver au deuxième croisement, juste après vous. Je répète. Premier croisement, vous allez tourner encore une troisième fois à droite. Et vous allez jusqu'où arriver au deuxième croisement juste après vous. Vous allez tourner à droite et vous allez trouver la gare juste devant vous. Je répète, vous allez tourner à droite et vous allez trouver la gare juste devant vous. Page 45. On va commencer. C'est construire, lire et produire une affiche. أورال بريزونتي أورالمون دي زافيش، يعني نقدمو شفهيا أو شفويا هاد لي زافيش ديالنا. سيبور بمعنى دعامة أو لا، حنا عندنا عوض نص الإنطلاق، عندنا صورة غادي ننطلقو منها. أول شيء غادي ناخدو هاد لافيش هدا، غادي نديرو ليه ليدونتيفيكاسيون، كذلك نأناليزيوه يعني نحددو، وكذلك نحللو لي كومبوزونس ديال هاد لافيش باش نقدرو نفهمو ونجاوبو على لي كيستيون. فاول شيء عندنا في هاد لافيش عندنا واحد لوغو دي زيكريتور اللي هما تري بوزي، وعندنا
اف ان في واحد اللوغو ديال واحد الكانال بمعنى واحد القناه. عندنا اون بوتيت في اللي هي سوريونت وتتحمل واحد الكتاب في الايدي ديالها. كذلك اسفل من هاد اسفل من هاد الفوتو هادي عندنا لونفونس ا ليكول. هذا هو لونفونس ا ليكول با او ترافاي. الا لاحظنا هادي فهادي هي هذيك العنوان المرفق لهاد الصوره هادي اللي هو علاقه تكامل وترابط ما بين هاد الصوره هادي وما بين هاد العنوان اللي تيكمل لينا الصوره. لونفونس ا ليكول با او ترافاي بمعنى شنو تيقول لنا هاد العنوان هذا؟ ان الطفل في المدرسه وليس في العمل. الطفل في المدرسه وليس في العمل. فكذلك عندنا واحد هنا واحد البوند اللي هي كبيره اون روج بمعنى حتى هي عندها واحد الدلاله الا وهي ان العمل انها ضد العمل ديال الاطفال وان العمل ديال الاطفال راه خط احمر. المطالبه بالعمل ديال الاطفال فهو خط احمر. فالوليدات ولا الاطفال ديالنا فقط للدراسه وليس للعمل. هذا البوند الحمراء وهي خط احمر لعمل الاطفال تتعني لنا. والميساج الممرر هنايا الرساله يعني لو ميساج اللي هو ممرر هنايا هو ان لا لي شغل لا لي شغل الاطفال. هذا هو علاش كاين عندنا هاد البوند اللي هي حمراء. فعنا بمعنى ان الاشتغال ديال الاطفال هو خط احمر يعني نتركوا العمل ديال الاطفال ونديهم للمدارس ديالهم. لونفونس ا ليكول لونفونس يعني طفوله في المدرسه با او ترافاي وليس في العمل. فعندنا هنايا لو 12 جوان جورني مونديال كونتر لو ترافاي دونفون يعني هو اليوم العالمي ضد اشتغال الاطفال ضد عمل الاطفال. كان في هاد لاطات ديال لو 12 جوان. فكذلك عندنا هنايا دي سكريتور اللي ما هيش واضحه. الا لاحظنا مزيان هاد البوند اللي بالاحمر غادي نشوفوا واحد الفوتو ديال واحد الوليد اللي هو تيقوم بالاشتغال. فهنايا يعني خط احمر اننا نطالبوا الوليدات ديالنا بالاشتغال. كاينين الاسر اللي هما تيبعثوا بوليداتهم. فدابا تفشات هاد الظاهره ديال الوليدات اللي تيبيعوا البابيي في الطرقان اللي تيبيعوا الكارو اللي تيبيعوا بزاف د الحويجات. فتنهضروا تنطلقوا من الواقع ديالنا باش تفهموا هاد الرسائل المبعوثه فما تتبعتش ليكم غير هباء. ولكن تنطلبوا ان الوليدات ديالنا يبقاو لهم المدرسه هو هو فنحاولوا اننا نحلوا كذلك هاد لابوند الحمراء اللي عندنا. فاول شيء فيها يعني اونو كاين عندنا 12 جوان جورني مونديال كونتر لو ترافاي دي زونفون يعني في هاد لاطات هادي اللي هي 12 جوان كان عندنا اليوم العالمي ضد عمل الاطفال با او ترافاي. كذلك عنوان اخر ديال با او ترافاي اللي هو ليي بالعنوان الاول اللي لونفونس ا ليكول با او ترافاي. هذا هو اللي تنسميه سلوغون سلوغون اللي تيكمل لينا لا فوتو ديالنا. علاقه ديال سلوغون ديال هذا العنوان هذا اللي تيكون مرفوق مع لا فوتو تيكون علاقه تكامل وترابط باش يخرج لينا وتيكمل لينا المعنى اللي بغاو اننا نفهمو والرساله الممرره. تتمرر هذيك الرساله بجوج الحويجات اللي هي هذه الفوتو وكذلك سلوغون اللي تيكملوا لنا واحد تيكمل الاخر باش نفهمو المغزى ديال هاد لافيش. J'observe et je comprends يعني بمعنى ألاحظ وأفهم ألاحظ وأفهم. J'observe la fiche ci-dessus et je complète le tableau. ألاحظ la fiche أعلى هاد la fiche اللي كنا تنتكلموا عليه et je complète le tableau وأكمل الجدول وأكمل الجدول. فعندنا les éléments de la fiche. Les éléments de la fiche هما عناصر ديال هاد الأفيش هذا العناصر. Interprétation. عندنا dessinateur. Date d'occasion. Dessinateur ou le mortel. عندنا date d'occasion. Il y a la date ou le tarikh. L'occasion ou le munasaba. L'objet. Le moudou. Couleur de fond. يعني الالوان ديال العمق. Couleur du slogan. يعني الالوان اللي باش مكتوب عندنا داك سلوغون. Structure de l'affiche. البنيه ديال هاد لافيش هذا. Au rapport slogan illustration يعني الرابور عطاتونا واحد الرابور ديال سلوغون بالنسبه للالستراسيون. فهذا هما لي زيليمون دافيش.
فنحاولوا اننا نبداو الاجابه. بالنسبه للديسيناتور غادي نرجعوا لهاد الريفيرونس اللي عندنا، غادي نكتبوا ايلو اورغ، يعني هذه شنو تتسمى حمله الدفاع على حقوق الحقوق الانسان والحقوق ديال الطفل. فهاد ايلو هي منظمه اولا حمله ديال الدفاع على حقوق ديال الاطفال، نكتبوا هاد ايلو بوان اورغ بالنسبه للديسيناتور. لا دات، فين لا دات عندنا؟ دات اوكازيون، بالنسبه لا دات لوكازيون فعندنا لا دات هي 12 جوان، اوكازيون جورني مونديال كونتر لو ترافاي دي زونفون. 12 جوان جورني مونديال كونتر لو ترافاي دي زونفون، هذه هي لوكازيون. فهنا غادي نكتبوا لا ريبونس ديال 12 جوان بالنسبه لوكازيون جورني مونديال دي زونفون. لوبجي الهدف، الهدف ديال هاد لافيش هذا هو اننا يعني ضد العمل ديال الاطفال، يعني الا قلنا ضد العمل ديال الاطفال غنكتبوا كونتر لو ترافاي دي زونفون، او بيان نكتبوا لونفونس ا ليكول يعني الطفوله تكون في الدراسه، ولا كونتر لو ترافاي دي زونفون. فعندكم جوج العناوين اللي نزلت لكم هنايا، فالموضوع اللي تيتكلم عليه لوبجي من لوبجي من هاد لافيش هذا، الموضوع ديال هاد لافيش هذا هو كونتر لو ترافاي دي زونفون، وكذلك ممكن انكم تكتبوا لونفونس ا ليكول، ان الطفوله خصها تكون في ليكول. فانا بريفيرابل انكم تكتبوا هاد العنوان هذا كونتر لو ترافاي دي زونفون، اللي هو تري اتيرون، اللي هو يعني تري بروش من الصوره. بالنسبه لو كولور دو فون، عندنا لو كولور دو فون فكيف ما تشوفوا، وغترجعوا لافيش كاينين يعني الوان اللي هما داكنه والالوان اللي هما قاتمه، فغادي نقولوا ان الالوان اللي كاينين عندنا في لو فون هما كولور سومبر اي فونسي، هما الوان داكنه وكذلك قاتمه، كولور سومبر اي فونسي. بالنسبه لكولور دي سلوغان، سلوغان كيف ما تكلمت معكم الا وهو، فهذا هو سلوغان لونفونس ا ليكول با او ترافاي، لونفونس ا ليكول با او ترافاي. فبالنسبه لكولور ديال هاد سلوغون فهو مكتوب بالابيض، لكن الى جيتو تشوفو تتلقاو ان لو تري ديالو مكتوب بالاسود، يعني كاين هناك بياض وكذلك كاين هناك واحد السواد اللي كاين في لو تري. فغادي نشوفو الجواب. كولور دو سلوغون كاين عندنا كولور تيكستور كاين بالبلون، وكولور تري كاين نوار. فهنا في سلوغون كيف ما وريتكم في جوج الالوان، بالنسبه الى جينا نجاوبو الجواب واحد غنقولو بلي ابيض كولور بلون، ولكن بالنسبه لنا تما الى سمعنا فراه عندنا تيكستور ديالو، يعني عندنا بلون او الكولور تري، يعني بالنسبه لهذاك الخط الاسود ديالو فهو بلو بلو نوار. غادي نمرو لا ستركتور دو لافيش، شنو هي لا ستركتور دو لافيش؟ وهي البنيه، البنيه ديال لافيش بحال اللي كنا نشوفو لا ستركتور دو لايون، يعني البنيه كيفاش متموضعه، شنو عندنا في الاعلى، شنو عندنا في الوسط، شنو عندنا في الاسفل، يعني غنمشيو باش ندقو في هاد لافيش. لا ستركتور ديال هاد لافيش هادي فغادي نتمعنوا فيها كيف ما قلت لكم، فخصكم انكم باش تفهموا الرساله المممرره في لافيش خصكم تشوفوا فيها مزيان وتفهموا، يعني لا من الفوتو ولا كذلك من السلوغون اللي منزل اللي عندنا هنايا. فإلى جينا تنشوفوا بملاحظه هكا غيبان لنا ان هاد الفوتو هادي مقسمه لجوج ديال الاجزاء، واحد الجزء اللي هو كبير منها فيه فوتو، وكذلك جزء صغير اللي فيه واحد لابوند اللي هي بلو روج. غادي نشوفو نتكلموا على لا بارتي الاولى اللي ديال الفوتو، شنو عندنا اونو، شنو عندنا بالاعلى؟ عندنا بالاعلى واحد عندنا واحد لوغو، وكذلك عندنا اكريتور، عندنا لوغو و اكريتور. في الميليو ديال هاد الفوتو هادي شنو عندنا؟ او ميليو عندنا واحد الفوتو ديال بوتي في تونو لو ليفغ اللي شاده واحد هكا، واحد لو ليفغ اللي معنقه. غادي نشوفو في الاسفل ديال هاد الفوتو هادي عندنا واحد لو تيتغ اللي هو كبير اللي تيدخل في سلوغون، قلنا او ديسو، او ديسو عندنا كذلك واحد كغون تيتغ لونفونس ا ليكول، يعني ملي شفنا هنا كاين واحد الابتسامه. لاحظوا جيدا ان هاد الجمله هادي لونفونس ا ليكول كانت يعني دخلناها مع هاد الصوره ديال هاد البنيه هادي، ولكن با او ترافاي دخلناها مع هاد البوند اللي بالاحمر، يعني وهي خط احمر ان هاد الطفوله هاد تحرم من الدراسه.
خط احمر اننا نحيدوا وليداتنا ونبعثوا بهم يعني للشغل. فهاد الجمله هذه با او ترافاي فرا مكتوبه في الخط الاحمر يعني في هاد لابوند هذه ما مكتوباش. كاين فرق انها تكتب هذه هنا وهذه هنا يعني كل حاجه مكتوبه بالتدقيق. فحتى الملاحظه ديالكم خاصها تكون يعني بالتدقيق. فنكملوا الشرح ديالنا كيف ما قلت لكم. هاد الفوتو هذه في الاول ديالها او نو كاين عندنا واحد اللوغو بليس اكريتور. عندنا في الميليو عندنا واحد الفوتو دين بيتيت في تنون لو ليفر. وعندنا كذلك او ديسو ان غران تيتر لي تنسميو سلوغان يعني لونفونس ا ليكول. كذلك نتمعنو في هاد لابوند هادي شنو عندنا فيها. ف بالنسبه لابوند اونو شنو عندنا؟ عندنا دات وكذلك اوكازيون. دات اوكازيون دات اللي هي 12 جوان. وعندنا لوكازيون جورني مونديال كونتر لو ترافاي دي زونفون. ف انا تنشرح لكم صراحه ولكن خصكم نتوما يعني اوغالمون را بريزونتي اوغالمون دي زافيش. فهادشي ما فيش انكم غتكتبوا، فانكم غادي تحضروا هذا الدرس هذا ايه وتفهموه وتسمعنوه في هاد لافيش هذا وتوجدوه تحضروه باش غادي تهضروه اوغالمون ماشي مكتوب. فهذا ما كان. فانا تنشرح لكم ولكن ما تنسوش ان هذا الدرس راه اونغال شفويا وليس كتابيا. على اين؟ فغادي نرجعوا لابوند ديالنا. لابوند فيها 12 جوان لا دات، كذلك عندنا لوكازيون اللي هي جورني مونديال كونتر لو ترافاي دي زونفون وهي اليوم العالمي ضد الشغل الطفوله او الطفل. عندنا في الوسط ديالها كاين عندنا فقط دي زيكريتور والكماله ديال لا سويت ديال هاد سلوغون اللي هو با او ترافاي يعني لا للشغل ديال هاد الاطفال هادو. كذلك قلت لكم اننا نتسمعنو. فهنا كاين واحد الفوتو ديال واحد الوليد اللي تيشتغل. اذا بالنسبه لهاد البوند الا جيت نشرحها كاين عندنا في لو ديالها في لو كاين عندنا لا دات ولوكازيون. عندنا في الوسط عندنا او ميليو دي زيكريتور. وبالنسبه هنايا ادغوات عندنا واحد في لا دغوات ديال هاد لابوند اللي بيحمر عندنا فون ديكرون. في الفون ديال ليكرون ديالنا عندنا إليا ان فوتو دون غارسون كي ترافاي ديال واحد الوليد اللي هو تيشتغل. فهادو هما تفسيرات. فانا حاولت انني نكتب لكم هاد لا ستركتور يعني كوم كوا انني غير نساعدكم تفهموا. وهكا تنحاول انني نفاسيليتي لكم لي شوز ونقربكم من المسائل هذه. ولكن ما تنساوش انه هذا راه شفويا ما غاديش يتكتب. على كل غنحاول انني نوريكم لا ستركتور دو لافيش. يعني باش غادي نكرر لكم لا ستركتور دو لافيش يعني حاولت انني نكتب لكم ولكن هذا راه شفويا فقط باش تفهموا. كيف ما شرحتو شرحتو لكم شفويا انا كتبتو لكم. عندنا هذيك لا فوتو هذيك لافيش تتكون من واحد لا فوتو وكذلك من واحد البوند روج سي كلير. عندنا لا فوتو. بالنسبه لا فوتو شنو عندنا في الاعلى؟ اون عندنا لوغو بليس اكريتور. او ميليو في الوسط لقينا الفوتو دون بيتيت في تنون لو ليفر. وبالنسبه للاسفل ديال الفوتو عندنا او ديسو ان غران تيتر سلوغون لونفونس ا ليكول. لونفونس ا ليكول. فهاد الشيء اللي كنت نشرح فيه شفويا. اما بالنسبه لهذيك زائد هاد لابوند هادي لابوند شنو كان عندها في الاعلى؟ كان اونو ديال لابوند كاين واحد لادات وكذلك لوكازيون اللي كانت هو اليوم العالمي ضد شغال الطفوله او ضد شغال الطفل. في الميليو عندنا دي زيكريتور اللي هما مكتوبين كذلك مع البقيه ديال السلوغون اللي كان هو با او ترافاي. وعندنا كذلك في الجنب يعني في لو دووا ديالها ديال هذيك لابوند ا دووا دو لابوند كاين عندنا فون ديكرون كاين يعني الخلفيه ديال هذيك لابوند كاين فيها واحد إليا ان فوتو دون غارسون كي ترافاي. كاين واحد الصوره ديال واحد الوليد اللي تيشتغل يعني كاين واحد الخلفيه إليا قالك فون ديكرون إليا ان فوتو دون غارسون كي ترافاي. واحد الوليد اللي تيشتغل لينا راه الا ركزتو في هذيك لابوند الحمراء غتلقاو ان واحد الوليد تما تيشتغل. دونك غادي نمشيو للسؤال الاخر اللي هو غابور سلوغون ايلوستراسيون. رجعوا للطابلو ديالنا. غابور سلوغون ايلوستراسيون شنو بغاو يعنيو بغابور سلوغون ايلوستراسيون؟ فبمعنى تيقول لك عطيني واحد النسبه ديال هذاك سلوغون بالنسبه لهاد ليلوستراسيون بالنسبه لهاد الصوره اللي عندنا.
المطلوب منا اننا نحدو عندنا هذا هو سلوغون وعندنا هذه هي الالوستراسيون فالمطلوب منا نعطيو البورسونتاج تقريبا البورسونتاج ديال هذا السلوغون بالنسبه لهذا التواجد ديالو في هذه الالوستراسيون فكيف ما تشوفوا فان الصوره ليماج ولا هذه الفوتو هذه واخده واحد الحيز اللي هو كبير دونك بالنسبه لهذا السلوغون فقلنا حنا انه كيف ما تشوفوا راه ما واخدش واحد الحيز اللي هو صغير كبير بالعكس بقدر ما خداتو هاد لا فوتو هادي ديال هاد لونفون هاد البنوته هادي دونك غادي نقولوا ان سميتو هاد لو رابور ديال سلوغون ما بين ولا الالوستراسيون فغادي نقدروا نعطيوه النسبه ديال الخمس او السدس بمعنى ان هذا راه النسبه ديالو كبيره ديال الالوستراسيون ولكن النسبه ديال سلوغون فراها صغيرة مقارنة مع الالوستراسيون دونك غنقولو انه يقدر ياخذ لنا الخمس او السدس من هاد الالوستراسيون دونك il représente le rapport d'un cinquième ou d'un sixième par rapport à l'illustration il représente le rapport d'un cinquième ou d'un sixième par rapport à l'illustration فبالنسبة كيف ما قلت لكم الرابور سلوغون بالنسبة للإلوستراسيون il représente le rapport d'un cinquième ou d'un sixième par rapport à l'illustration فكانوا هادو أجوبة فقط متنساعدكم بها هكا كوم كوا أنكم تعرفوا تجاوبوا وما تبقاوش حيرين كيفاش تجاوبوا ولكن ما تيمنعش أن هذا راه درس تيتلقى شفويا بريزونتي اورالمون دي زافيش دوم انكم درسنا شحال من حصه ديال لي زافيش شرحت لكم بليزيور فوا لافيش وكذلك سلوغون وشنو يعني كيفاش نسخرجوا الالوان كيفاش نعبروا على هذيك لافيش اللي قدامنا كيفاش نعرفوا المكونات ديالها مزيان ولكن اليوم وصلت انكم الدرس اليوم انه يكون غادي تتكلموا فيه شفويا على واحد لافيش اللي غينزلها الاستاذ ولا ربما هذه نفسها اللي غادي تكون محطوطه لكم في الكلاس وغادي تكلموا عليها فما كرهتش انكم تدخلوا للانترنت كذلك وتبحثوا تكتبوا لونفونس ا ليكول با او ترافاي دو دي زانفورماسيون كوم كوا تقدروا تدخلوا ديروا جوجل تراديكسيون وترجموا لا مانع المهم هو انكم تفهموا فتنتمنى منكم انكم كذلك ديروا واحد بتيت ريشيرش على لونفونس ا ليكول با او ترافاي ما بغيتش نشارجيكم ولكن هذا ما تيمنعكمش انكم تبحثوا في هذا العنوان هذا تعمقوا فيه كوم كوا مني تنوضوا للتابلو ولا هكا تكونوا اون كلاس تكونوا عندكم يكون عندكم دي زانفورماسيون اللي ممكن بها انكم تقدروا يعني تردوا على الاستاذ ديالكم الوقت اللي تيطرح لكم دي كيسيون بون شانس ا تو لومون Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter la vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bon chance, bon courage et bon santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع. دمتم في أمان الله وحفظه.